شيئاً فشيئاً تتوغل قوات الجيش الوطني نحو صعدة معقل جماعة الحوثي الانقلابية، كيلومترات فقط تفصل طلائع التحرير عن مركز مديرية باقم. تتقدم كتائب الجيش الوطني من محورين لاستكمال تحرير النصف الآخر من مديرية باقم التي باتت على بعد أقل من 5 كيلومترات فقط بعد أن فرض الجيش سيطرته النارية على منطقة سحار الشام. يخوض الجيش معركة باقم من محورين، الأول ويشمل شعب القوم وظهر الكرب والنمصاء اليمنية والغرابة اليمنية، وجميعها باتت تحت السيطرة. في المحور الثاني القادم من جهة علب تحرز قوات الجيش تقدما سهلا بعد أن تجاوزت منطقة مندبة عقب السيطرة على كافة التباب المحيطة بالمنفذ الجمركي. وتكتسب معركة باقم أهمية لكونها تتاخم مديرية مجز التي فيها ضحيان، وتعتبر إحدى أهم المعاقل الفكرية الطائفية للحوثيين، وكونها معقل كثير من القيادات الحوثية الميدانية التي تقود حرب الميليشيا في محافظات أخرى، فضلاً عن احتوائها مخازن استراتيجية للسلاح الذي نهبته الميليشيا من معسكرات الجيش.